بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة بورتابل اي سي، تكييف متنقل. كنت عملت عليه فيديو قبل كده وشرحته، لكن جالي شكوى ان التكييف مش بيشتغل، التكييف مش بيشتغل. فجيت هنا فتحت التكييف. طبعا اول حاجة قستها الكباستور، الكباستور بتاعه 31 ميجا فارد. وبعدين طمنت على الكباس الاول، يعني شيكت على الكباس لقيته بارد مش شغال. وقست ملفات الكباس لقيتها تمام. وشغلت الجهاز لقيته بيشتغل مروحة. خد فترة طويلة معايا قوي لغاية لما ما اشتغلش برضو. رحت انا فكه ورحت اعمل ايه، عندي هنا ريلي، عندي الريلي اللي تحت ده، سوري الريلي ده، الريلي ده راح على فردة الكباس واخد فردة الكهرباء، فوصلته مباشر. جيت حتى شلت فردة الكهرباء دي، اتاري فردة الكهرباء ديت وان من تام كمان، فدي الكهرباء دي مغذية الكارتة، فروحت موصل مباشر، يعني موصل مباشر، اديت اعمل عليهم كوبري، الكباس اشتغل كده. انا طمنت على الكباس. يبقى ايه اللي ما بيخليش الريلي يلقط؟ السنسور، سنسور الهواء. طبعا سنسور الهواء رحت جايب كوباية مية، ده كان سنسور الهواء اهو، 2 في 1، 2 في 1. جبت كوباية مية سخنة وحطيته فالكباس لقط. قلنا عايزين سنسور، هو ده كان السنسور بتاعه. تمام، جه اشتروا لي 2 سنسور في بعض، السوكت مختلف، هوريه لكم اهو، اوضح الصورة. السوكت زي ما احنا شايفين ده صغير والاصلي كبير. جه الراجل بتاع المستشفيات قال لي لا ينفع واقطع واعمل، قلت له مش هينفع، قال لي جرب. المهم ركبت السنسور الجديد، برضو بياخد وقت طويل عقبال ما يشتغل، احطه في الماء السخنه يشتغل. طبعا شكينا ان اختلاف في المقاومه. طيب عشان نقيس المقاومه نعمل ايه؟ اللي ما شافش الفيديو بتاع السناسر يرجع له. انت لازم تثبت الدرجه عند 25 درجه مئويه، طبعا الجو هنا جايب 23. طيب 25 يبقى تقيس السنسور، هقيس وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا جماعه، ده السنسور الاساسي، السنسور الاساسي اللي احنا شايفينه الصغير، وده السنسور الجديد. طيب كاتش موبايل اكزيسون. اوكي، دلوقتي الدرجة هنا 22، الدرجة هنا 22.8، المفروض تبقى 25. اي سنسور تبقى مقاومته عند درجة 25، لكن انا مش هقدر اظبط 25 الا بقى لو تجيب ازازة مية وتبدأ تظبط على 25. طب خلينا نقيس السنسور القديم، السنسور القديم اهو، شو هير اكشو هير 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 هير، جايب 4.3 كيلو اوم. يعني لو الدرجة السنسور انا قايسه في نفس الدرجة بتاعت الترموميتر دي 23، يعني السنسور انا 23 مقاومته 4. طب انا عايز اعرف السنسور ده من نوع ال NTC، وكنا شرحنا الكلام ده قبل كده في فيديو سابق، ولا البي تي سي. ال NTC اللي هو نيجاتيف تمبريتشر كونفيجن. تمام، اهو السنسور اهو، اسخن على السنسور كده اشوف المقاومة هتقل ولا لا. انا بسخن اهو، المقاومة بتقل، يبقى كل ما ارتفع درجة الحرارة المقاومة تقل. يبقى السنسور الأساسي، السنسور الأساسي 5 كيلو أوم. تعالى بقى نشوف السنسور التاني اللي هما جايبينه كام. عليكم السلام. السنسور اللي هما جايبينه 10 كيلو أوم، 10 كيلو أوم. أنا دلوقتي بسخن عليه أهو، بسخن 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 وهنقيس اهو. لما بيسخن برضو بيقل، يبقى ده برضو من نوع ال NTC، لكن الجديد 10 والقديم 5، عشان كده ما بيلقطش. رجعت لكم تاني يا جماعة. طبعا انا معايا سنسور في العربية، قلت اقيسه، لكن برضو اقيسه مع درجة الحرارة. هنا لقيت درجة الحرارة 25.6، واحنا قلنا السنسور بيتقاس عند 25. كاتش موبايل اكسس 1. بصوا يا جماعه، طبعا لما تيجي تقيس السنسور لازم السنسور يكون في نفس الحيز بتاع الترمومتر جنب بعض يعني. فانا ده السنسور اللي انا جبته من العربيه، السنسور اللي انا جبته من العربيه اري 9.2، يعني حوالي 10 اوم، لان الدرجه دي 27.5. طب خلينا نسخن على السنسور ونشوف لما ترتفع درجه حراره المقاومه هتقل ولا لا. تمام اهو، المقاومه قلت، المقاومة قلت خالص اهي. تمام، اهي بدأت تعلى اهي، شهير شهير اهي بدأت تعلى. يبقى لما الدرجة بتعلى المقاومة بتقل.
يبقى ده السنسور اللي احنا عايزين نغيره. طب ادي السنسور اللي احنا عايزين نغيره اهو. طيب هو يا جماعه السنسور قاري اهو، السنسور قاري 4.6. طب امال ما بيشتغلش ليه؟ هو قاري مقاومه لكن حساسيته قلت، بدليل لما انا حطيته في الميه السخنه الكباس اشتغل. تحياتي لكم، سامي صباح، دمتم في امان الله.